اهلا بكم مشاهدينا وجوله جديده من الان، ونبداها بلقاء المستشاره الالمانيه انجلا ميركل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث وصلت انجلا ميركل الى روسيا بدعوه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زياره عمل برفقه وزير الخارجيه الالمانيه هايكو ماس وفقا لوكاله سبوتنيك. فقد بدات مفاوضات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشاره الالمانيه انجلا ميركل في موسكو. يعتزم القاده مناقشه قضايا الشرق الاوسط والوضع في ليبيا وسوريا وتسوية الأزمة الأوكرانية. أيضا من المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية عقب انتهاء المفاوضات. لمزيد من المتابعة حول هذا الشأن والنقاش أيضا حول هذه الزيارة، ينضم إلينا هنا في الاستوديو ضيفنا الأستاذ شريف سمير، الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون الدولية. أستاذ شريف، برحب بحضرتك. بداية يعني لقاء بوتين مع أنجلا ميركل سيحمل العديد من النقاشات والملفات، هل الشرق الأوسط ربما من الممكن أن يأتي على أولوية هذه النقاشات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشرق الأوسط الآن فوق فوهة بركان، أصبحت هناك أزمات مشتعلة على عدة أصعدة وعدة ملفات أصبحت شائكة جدا، في مقدمتها الملف الليبي. وملف ليبي مرتبط في المقام الأول بالتطورات الحادثة في منطقة فوق المتوسط، وهذه المنطقة أصبحت منطقة في مرمى الأهداف العالمية والدولية، تحديدا بعض اللاعبين منها روسيا وأمريكا وتركيا. فأعتقد أن الملف الليبي مرتبط تماما بفكرة وضع اليد على مثل هذه المنطقة وما بها من ثروات، خصوصا بعد حقول أو بعد التنقيب عن الغاز الطبيعي وترسيم الحدود بين بعض الدول في مقدمتها مصر وقبرص واليونان. في علاقة خاصة جدا بتربط بين ألمانيا وروسيا، أن هناك خط أنابيب غاز مفتوح بين البلدين في بحر البلطيق. وألمانيا تحافظ على علاقات مهمة جدا واستراتيجية وشراكة مهمة مع روسيا مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي. فهذا اللقاء طبعا هو اللقاء الثاني من نوعه، كان أول لقاء في مايو 2018 في قمة سوتشي، لكن المستشارة الألمانية أنجلا ميركل وهي طبعا تودع أيامها الأخيرة في السلطة، تحاول أن تترك بعض البصمات، تحاول أن تحافظ على بعض العلاقات الاستراتيجية وهي تترك السلطة لمن يخلفها. ففي مثل هذه في مثل هذا التوقيت أصبحت الآن زي ما قلت لحضرتك ملفات مشتعلة. الملف الليبي مشتعل، الملف الإيراني أو الملف النووي الإيراني، وما بعد الحرب التي أصبحت شبه معلنة بين أمريكا وإيران. واعتقد ان هذا يؤدي الى اطلاق رصاصه الرحمه على الاتفاق النووي الايراني الذي تم توقيعه في 2015، والمانيا افترف في هذا الاتفاق، فلابد ان يحدث هناك البحث عن بدائل او كيفيه انقاذ هذا الاتفاق بعد هذا الاشتعال. طب كيف ممكن يعني ان يتم انقاذ هذا الاتفاق من خلال هذه الزياره استاذ شريف؟ قد يكون هناك أمل في أن يكون هناك تنازلات أو موائمات أو فكرة أن يكون هناك تهدئة للأوضاع بين أمريكا وإيران، ولكن لا أعتقد أن الاتفاق النووي الإيراني سيتم يعني الاعتماد عليه أو تمريره، خصوصا وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مزق ورقة هذا الاتفاق منذ أن قدم إلى السلطة. فالاتفاق النووي الإيراني الحقيقة أنا شايف أنه بيلفظ أنفاسه الأخيرة، ولابد له، هو يحتاج إلى قبلة حياة، وهذه القبلة لن تتوقف على الأطراف الاتحاد الأوروبي، لأن مع الأسف الشديد الاتحاد الأوروبي على مستوى السياسة الخارجية ليس بقوته على مستوى التجارة. سياسة الاتحاد الأوروبي تعاني من حالة من التصدع وحالة من الضعف، خصوصا في الملفات الخارجية. أوروبا ليست طرفا دوليا مهما مقارنة بالطرف الأمريكي والدب الروسي حتى التنين الصيني. كل هؤلاء اللاعبين بيؤثروا في المشهد من خلال قدرتهم على اللعب بالمصالح واللعب بالاتفاقيات والاستثمارات، والاتحاد الأوروبي يفتقد لمثل هذا مثل هذه الآليات وهذه الفلسفة. طيب أستاذ شريف، يعني بالعودة إلى ملفات الشرق الأوسط، حضرتك خصيت بالذكر في الأول ليبيا، يعني كيف ممكن أن لهذه الزيارة أن تساهم في تهدئة ربما الأوضاع في ليبيا؟ تراهن المستشارة الألمانية أنجلا ميركل على تأثير روسيا على تركيا في أن يكون هناك تهدئة أو وقف إطلاق نار أو عدم مساعدة حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج
أن يكون هناك ضبط للحدود وأن يكون هناك ضغط من روسيا على تركيا بأن ألا يتم تصعيد الموقف عسكريا أو سياسيا. طبعا هذا يعني ربما ما شاهدناه وكنت بسأل حضرتك عليه قبل ما نبدأ، أنه هل من الممكن أن ينجح بوتين في من خلال زيارته لأنقرة أن هو يعني يقف إطلاق النار في ليبيا؟ ليس بالدرجة الكافية، لأن تركيا لها حسابات أخرى مع الطرف الأمريكي، وعندما يتدخل الطرف الأمريكي في أي معادلة عربية أو أي معادلة في الشرق الأوسط بيكون له هو الغلبة أو التأثير الأكبر بحكم الحسابات والمصالح الكبرى. روسيا قد تملك قدر من الضغط أو مساحة من الضغط على تركيا بأن يكون هناك تراجع أو يكون هناك تهدئة بشكل ما، ولكن أنا أستبعد تماما أن يكون هناك ضغط كبير على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ألا يرسل قوات تركية أو ميليشيات تركية إلى ليبيا، أو أن يكون هناك تهدئة للأوضاع سواء الميدانية أو البحرية في المتوسط، لأن تركيا تحاول أن تحصل على نصيبها من كعكة الغاز الطبيعي في المتوسط، وتحاول أن تغازل وتناور مع بقية الدول وخصوصا قبرص بحكم الميراث القديم بينها وبين هذه الدولة الأوروبية. فطبعا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هي بتتبع سياسة هادئة وسياسة متوازنة، وتحاول أن تكون على مسافة متساوية من كل الأطراف. هي تحاول من خلال مباحثاتها مع بوتين أن يتوصل مع تركيا إلى صيغة تفاهمية أو تسوية ممكن أن تؤدي إلى تهدئة الأوضاع، لكن أنا أستبعد أن يكون لها التأثير الأكبر خصوصا مع اشتعال الموقف على صعيد الأزمة الإيرانية. طيب على جانب آخر أيضا، روسيا صاحبة صوت مهم في سوريا، صحيح؟ تمام. يعني كيف من الممكن أيضا أن تساهم هذه الزيارة في ربما ليس تهدئة الأوضاع في سوريا ولكن يعني حل أزمات سوريا؟ مع الأسف الشديد زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لموسكو كان أحد أسبابها التخوف من أن تتحول ليبيا إلى سوريا ثانية، سوريا أخرى، بالإضافة إلى حاجة مهمة جدا أن هناك مؤتمر حول ليبيا سيتم عقده في برلين خلال هذا الشهر حول مصير ليبيا وحول مصير الأوضاع. عندما يكون هناك تركيز على قضية حالية، قضية آنية مشتعلة، في غالب الأمر أي تفكير في أي قضية أخرى أو فتح ملف آخر حتى لو كان ملف قديم هيكون خارج الحسابات. سوريا يظل فيها الوضع كما هو، ستظل ملعبا مفتوحا لكل الصراعات الإقليمية والدولية، كل اللاعبين متداخلين على المعادلة السورية. فطبعا المسألة متوقفة على مدى جدية أطراف الملف السوري نفسهم، الأطراف الداخلية اللي هي الحكومة السورية، نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ومن يمثل المعارضة المعتدلة وليس المعارضة المسلحة. طبعا المعارضة السورية تقف وراءها بقوة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا طبعا لا يأتي على هوى أطراف أخرى زي في مقدمتها روسيا وإيران. هذه الشبكة المعقدة من العلاقات والتحالفات لن تؤدي إلى انفراجة في المشهد السوري، لأن كل طرف له حساباته وكل طرف له أغراضه وأهدافه في السيطرة على المنشآت السورية، الثروات السورية، وأن يكون دايما سوريا تكون بعيدا بشكل أو بآخر عن أي حل سياسي. طيب أستاذ شريف، يعني هذه التحركات لأنجيلا ميركل، يعني ألمانيا تتحرك في هذا السياق في سياق دولة في الاتحاد الأوروبي أو كأنها قطب أحادي يعني بمفردها؟ تحاول أن تلعب الدورين، لأن ألمانيا من الدول المؤمنة جدا بضرورة الحفاظ على النسيج الوطني، نسيج الوحدة الأوروبية. طبعا حالة الاتحاد الأوروبي مؤسفة جدا في الفترة الأخيرة بعد مشروع البريكست وانسحاب أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وما تتبعه من النتائج المترتبة على هذا الانسحاب بأن هناك دول اندفعت في هذا التيار وتحاول أن تتبع نفس المنهج فيه، فده أصاب الاتحاد الأوروبي بحالة من التصدع. ألمانيا من المؤمنين جدا بضرورة أن يعود الاتحاد الأوروبي إلى سابق عهده من حيث القوة الاقتصادية واستقلال قراره السياسي، لكن طبعا ألمانيا تغرد وحيدا، تكاد تكون تغرد وحيدا خارج السرب، وتبحث عن فرصة أو طوق نجاة للاتحاد الأوروبي من هذه الأزمات. طبعا بتلجأ إلى بقى الشراكات الأخرى أو إلى التحركات اللي حضرتك أشرت ليها، أن يكون في تحركات انفرادية، يكون هناك علاقات بينها وبين دول لها قدرة على صنع القرار
او لها الرغبه في الانفراد بسرعه القرار، بسرعه القرار تحديدا الولايات المتحده الامريكيه، ولكي تحدث توازن تحافظ ايضا على المسافه بينها وبين الدب الروسي. نعم. فتحركات انجيلا ميركل نابعه من احساسها بالمسؤوليه تجاه العالم. انا احترم هذه السيده جدا لانها من الشخصيات، وليس اعتباطا انها تحصل على جائزه المرأة المثالية لأكثر من 8 أعوام وفقا لمجلة تايم الأمريكية، لأنها كانت تتبع سياسة هادية جدا خصوصا فيما يتعلق بملف اللاجئين. وطبعا ليبيا من الملفات المهمة جدا اللي هيتم فيها طرح مسألة اللاجئين والمهاجرين، لأن ليبيا بوابة مهمة جدا وبوابة مؤثرة في هروب وفرار اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي أو دول الاتحاد الأوروبي. وهذا أيضا يعني يسبب صداعا مزمنا في رأس قادة وزعماء أوروبا. يعني سنتوقف عند هذه النقطة. لينضم إلينا عبر سكايب من هيرفورد السيد حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني. سيد حسين، برحب بك على شاشة إكسترا نيوز. يعني بداية، إذا أردنا أن نعنون ربما هذا اللقاء الروسي الألماني، يعني بما نصفه؟ يعني مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى المتواجدين في الاستوديو وعلى المشاهدين. طبعا الزيارة حاليا زيارة مهمة جدا، لان هي الاولى من نوعها بعد منذ عدة اعوام كان منقطع مثل هذه الزيارات من هذا النوع. وده طبعا بسبب ان، او لو هندي عنوان زي ما قلت حضرتك، ان روسيا بتلعب حاليا دور مهم جدا لو في مجال او طريق لحل الازمات المتواجده حاليا في منطقه الشرق الاوسط. وده بيرجع طبعا لعلاقاتها القويه جدا مع ادارات الدول اللي متواجد فيها الصراع. الزياره المره دي مش هتكون بخصوص القضيه الاوكرانيه او الصراع الاوكراني، ولكن هتكون بخصوص الازمه السوريه والازمه الليبيه، وايضا الاوضاع الحاليه اللي بتلعب فيها دور ايران طبعا بعد الاحداث الاخيره. بوتين قدر في الفتره الاخيره انه يضع نفسه كشريك قوي جدا لاي حد بيسعى لحل هذه الازمات. وطبعا اوروبا وخاصه المانيا، سواء كدوله مستقله او كدوله ليها دور قيادي في الاتحاد الاوروبي، عندها رغبه كبيره جدا في الاستقرار، سواء في ايران بسبب طبعا الملف النووي، او في سوريا بسبب ازمه اللاجئين، وايضا في ليبيا بسبب الصراع المتواجد حاليا والدور اللي بتلعبه ليبيا في البحر المتوسط، وايضا كمان كبوابه للهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبي أو للي عايز يروح لدول الاتحاد الأوروبي. وأيضا بعد ما كان في تداول أخبار عن نقل مجاهدين أو بقايا بعض الجماعات المتطرفة إلى ليبيا، اللي ممكن في أي لحظة من خلال الصراع ده إنها تقدر تتوجه. يعني أصلا سيد حسين، منذ البداية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل كلاهما أعلنوا عن وأعربوا عن قلقهم من إذا ما يحدث في ليبيا. يعني كيف من الممكن أن تساهم هذه الزيارة في تخفيض والحد من الأوضاع في ليبيا؟ ما فيش حل من وجهة نظر الشخصية هيتم إلا بمشاركة روسية، وألمانيا عندها رغبة كبيرة جدا أنها تحل الأزمة الليبية، وعايزة تنسق قريب جدا لقاء دولي مع قادة العالم اللي بيلعبوا دور أو اللي ليهم دور مؤثر في القضية الليبية. ولما ألمانيا أعربت عن رغبتها دي، كان في زي إشارة من روسيا أن عندها استعداد هي كمان تساعد أو تشارك أنه يبقى في حل لمنع نشوب طبعا حرب بالوكالة اللي هيبقى لها أبعاد كبيرة جدا على المنطقه. وبالتالي كان من الضروري ان ميركل تروح لبوتين ويبداوا في تجهيز النقط المهمه جدا او خريطه عمل اللي بناء عليها هيتم النقاش في الاجتماع اللي هيتم تنسيقه قريب مع القيادات اللي ليها دور او اللي ممكن تقدر تلعب دور في حل الازمه الليبيه. يعني سيد حسين، انت تتوقع ان ربما هذه الزياره ستكون سياسيه بشكل خالص، يعني لن يكون اي اتفاقات عن اي علاقات ثنائيه بشكل آخر خارج إطار حل مشكلات الشرق الأوسط؟ طبعا هيكون في بعض النقط الثانيه، ولكن مش هي دي المحور الاساسي للزياره، لان روسيا شريك مهم جدا لالمانيا، ويعتبر مصدر مهم جدا للمواد الخام، سواء المواد الخاصه بالطاقه، غاز طبيعي الى اخره، او مواد اخرى سواء من عندها او بتجيبها وتوردها لالمانيا. يعني طبعا دايما بيبقى القضيه دي او النقطه دي موجوده في كل مباحثاتهم او لقاءاتهم، ولكن القضيه الاكبر اللي هتكون في الاجتماع ده او اللي هيتم من
النقاش عنها هي حل الأزمة الليبية اللي ممكن تأثر تأثير كبير جدا على دول الاتحاد الأوروبي وعلى منطقة الشرق الأوسط، ولو وصلت المرحلة أن يكون في هناك حرب بالوكالة أو استغلال الجماعات المتطرفة أو بقايا طيب سيد الجهاديين حسين، أن هم يروحوا لأوروبا. بالعودة إلى ضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ شريف، يعني هل تتفق مع سيد حسين في فكرة أن هذه الزيارة ربما ستكون سياسية بشكل خالص؟ بنسبة كبيرة اللي قاله الأستاذ حسين طبعا إلى حد كبير هو ده اللي هيتم، إن هيكون في تركيز على قضايا وأزمات الشرق الأوسط بالدرجة الأولى، لأن هي دي اللي هتنعكس بشكل أو بآخر على العلاقات بين روسيا وألمانيا، خصوصا في مجال الطاقة واستقرار منطقة المتوسط، من بيرتبط بشكل كبير جدا، يرتبط طرديا باستقرار العلاقات والشراكات الاقتصادية والتجارية بين دول الاتحاد الأوروبي أو الدب الروسي أو أي أطراف أخرى خارجية. طيب سيد حسين، يعني إلى أي مدى من الممكن أن نعتبر أن هذه الزيارة ربما يعني تمهيد أو إعداد إلى مؤتمر برلين المتوقع أن يقام في نهاية شهر يناير؟ يعني احنا لو بصينا للعلاقات الروسيه التركيه او العلاقات الروسيه الايرانيه، العلاقات الروسيه الاسرائيليه، العلاقات الروسيه السوريه والعلاقات الروسيه السعوديه، كل الدول دي بتلعب حاليا دور مهم جدا في منطقه الشرق الاوسط، في منهم اللي ليه دور وفي منهم اللي الصراع عنده او هو شريك في الصراع، والعلاقات الروسيه معاهم كلهم علاقات قويه جدا وفي الفتره الاخيره زادت قوه اكتر، وبالتالي هيكون لروسيا دور مهم جدا في التاثير على ادارات او قيادات الدول دي للوصول الى حل سلمي في النهايه، لان ايضا وجود صراع اكبر من كده او استمرار الصراع هيأثر بدوره ايضا على المصالح الروسيه، يعني لو في بدا يبقى في حرب بالوكاله في بعض الدول المتواجد اللي فيها تواجد روسي سواء تواجد عسكري او تواجد اقتصادي، ده ممكن يتسبب في دخول روسيا ايضا كي تكون او تصبح طرف في الصراع ده، يعني في رغبه روسيه كبيره جدا وفي رغبه المانيه في رغبه اوروبيه، كله عايز يبقى في سلام، ولكن في الزياره دي هيبقى في ترتيب للاولويات وترتيب لخطه العمل اللي هيتم مناقشتها في الاجتماع القريب في برلين ان شاء الله لحل الازمه الليبيه. نعم، السيد حسين خضر نائب رئيس الامانه الفيدراليه للهجره والتنوع بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني، كنت معي عبر سكايب، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني بالعوده لحضرتك استاذ شريف، احنا كنا توقفنا عند نقطه تحديدا الاتحاد الاوروبي وان المانيا تتحرك يعني قطب احادي او يعني شريك في الاتحاد الاوروبي. طيب يعني بشكل عام في سوريا كان الصوت الاعلى الى روسيا، وشاهدنا في بعض المشكلات او الملفات التي تتعلق بالشرق الاوسط ربما تعدد الاصوات، هل هذا يعني تاكيد الى عوده نظام عالمي تعدد الاقطاب؟ ده حلم رومانسي جميل ان يبقى فيه تعدد اقطاب او يبقى فيه اكتر، يعني لا تكون هناك رؤيه موحده او احاديه زي ما بتحاول تفرضها الولايات المتحده الامريكيه، وطبعا النظام العالمي اصبح متغيرا الان بنسبه كبيره جدا، فمع ظل في ظل وجود لاعبين جدد او لاعبين ابتدوا ان هم يبقى لهم دور ويبقى لهم تاثير بشكل ما على العالم زي الاتحاد الاوروبي زي روسيا زي النمور الاسيويه، اصبح الانفراد الكامل من جانب الولايات المتحده الامريكيه مستبعد، لكن برضه بيبقى مشروط بلعبه المصالح ولعبه التوازنات الدوليه، بمعنى ان المستشاره الالمانيه انجيلا ميريك الان بتغرد فعلا زي ما قلت لحضرتك خارج السرب منفرده، وده يستدعي ان يكون في اعاده قراءه او اعاده مراجعه من جانب الاتحاد الاوروبي لبعض القوانين اللي بتحكمه. الاتحاد الاوروبي اسير لفكره اتخاذ القرار بالاجماع داخل العضويه، وده طبعا بيعرقل الكثير من القرارات وبيخليه اي قرارات او اي مواقف يتخذها فيما يتعلق بازمات الشرق الاوسط ضعيفه المفعول، وبالتالي لابد ان يكون هناك اعاده نظر في هذا القانون، لابد ان يكون هناك الحكم او اتخاذ القرار بالاغلبيه وليس بالاجماع، لان هناك بعض الدول الصغيره الاعضاء في الاتحاد بتفشل مثل هذه القرارات لاعتبارات خاصه بها هي شخصيا. فانا اعتقد ان الاتحاد الاوروبي يحتاج الى مراجعه كبيره في الفتره الاخرى الفتره المقبله، وده يتوقف على مدى جديه الوقت الالمانيا للضغط على هذا. ما هو يعني هذا ما كنت سأسأل، هل تحرك ألمانيا في هذا التوقيت تحديدا بشكل أحادي من الممكن أن يجعل الاتحاد الأوروبي يراجع بعض قوانينه كما تفضلت وذكرت؟ هذا ما نتمناه وهذا ما تحاول أن تصبو إليه
الإدارة الألمانية أو الحكومة الألمانية في عهد ميركل، لكن طبعا مع الأسف الشديد بعد كل حالة التصدع الاقتصادي اللي عانى منها الاتحاد الأوروبي وتضارب المصالح بين الدول الأعضاء وكل طرف يبحث عن مصلحته، ابتدت هناك بعض التحالفات الثنائية داخل الاتحاد الأوروبي هي التي تتحرك وتنشط، تحديدا بين فرنسا وألمانيا، وخصوصا فيما يتعلق بالملف الليبي، لأن ده لكن طبعا ده طبعا ممكن يتضارب أو يتعارض مع التيار الإيطالي، التيار الإيطالي الاستعماري القديم لإيطاليا لليبيا، فيحاول أن هو يأخذ اتجاه مضاد، فده يؤدي إلى تضارب المصالح ويؤدي إلى تضارب وجهات النظر، كل ده بيؤدي إلى تعقيد أزمات الشرق الأوسط. فيما يتعلق بالملف السوري نادرا ما سنصل إلى تأثير أوروبي ملحوظ، لأن أوروبا ضعيفة نوعا ما مقارنة بأمريكا وروسيا زي ما قلت لحضرتك، لأن أمريكا متمكنة جدا من العلاقات مع تركيا وإيران، ونفس الأمر ونفس السيناريو ينطبق على رجل الأكروبات الحديدي فلاديمير بوتين اللي بيجيد اللعب على كل الحبال، واكتسب هذه المهارة بحكم أنه هو كان ذو خلفية عسكرية في المقام الأول وعمل في المخابرات الحربية، فعنده دراية بفكرة الموائمات وفكرة التوازنات وأن يكون على علم بكل الأطراف وطبيعة كل طرف، فبالتالي الرهان على اللاعب الأوروبي يتوقف بالدرجة الأولى ويعتمد بالدرجة الأولى على نزاهة وعلى ذكاء وعلى حكمة الجانب الألماني تحديدا. طيب بالحديث عن الجانب الألماني أستاذ شريف، يعني ألمانيا دائما ما عرفت أنها تهتم بالملفات الأوروبية، يعني لماذا في هذا التوقيت أصبحت ملفات الشرق الأوسط ربما تأخذ من اهتمام الألمان الكثير؟ لأن في الماضي في السنوات السابقة كان الاتحاد الأوروبي على درجة من القوة أن هو يوفر حصانة للدول الأعضاء تجعله منصرف بشكل أو بآخر عن أزمات الشرق الأوسط. حالة الضعف أو الترهل التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي حاليا دفعت ألمانيا أنها تفكر في بدائل، هذه البدائل في مقدمتها كان الدب الروسي من خلال إقامة أو تأسيس خط أنابيب الغاز اللي أشرت لحضرتك عليه في بحر البلطيق، ده معناه أن ده مقدمة لاتفاقيات على مستوى عالي جدا في مجال الطاقة، واستفادة روسيا من التكنولوجيا الألمانية، واستفادة ألمانيا من سيطرة أو محاولة روسيا أن تسيطر على منابع الغاز في منطقة المتوسط حتى لو بشكل غير مباشر. ابتدت ألمانيا تفكر في بدائل من خلال علاقتها مع النمور الآسيوية، من خلال علاقتها مع دول الشرق الأوسط، لعل وعسى أنها تخرج بنصيب وافر من ثروات الغاز أو ثروات النفط في المرحلة المقبلة، تعينها على اقتصادها وتعينها على أنها فتحت أبوابها في فترة من فترات للاجئين، وهذا طبعا حملها مسؤولية أن تكون هناك توفير لفرص العمل وعلاج لنسبة البطالة وما أشبه من ملفات أو من أزمات يمكن أن تؤدي أو يمكن أن تنتج عن استقبال أو تدفق اللاجئين إلى ألمانيا. فألمانيا دايما تراهن على فكرة أن يكون هناك بدائل متعددة وأن يكون هناك تفكير عملي بعيدا عن الناحية أو النزعة الوطنية أو النزعة القومية، أن يكون هناك حفاظ على السلالة البيضاء أو نقاء القارة العجوز. وبالتالي أنا أعتقد أن المسألة مرتبطة أولا وأخيرا بمدى جدية دول الاتحاد الأوروبي أن تعود الوحدة بينهم مرة أخرى، وألمانيا ترفع هذا الشعار لكنها بشكل عملي تحاول أن تبحث عن مصلحتها وعن حساباتها بعيدا عن حالة التصدع التي أصابت أوروبا مؤخرا. طيب يعني توقعات حضرتك لمخرجات هذا اللقاء بشكل عام، يعني لكل يعني لروسيا لسوريا لليبيا، يعني توقعات حضرتك عن ما سيسفر عن هذه المقابلة بين بوتين وأنجلا ميركل؟ السيناريو الليبي السيناريو السوري أولا محلك سر، سيكون هناك نوع من أنواع التعنت أو نوع من أنواع التأجيل لأي قرارات على اعتبار أن هناك سيناريوهات أخرى أكثر أهمية وأكثر إلحاحا. السيناريو الليبي سيتم تأجيل أيضا أي نقاش فيه لحين عقد مؤتمر برلين نهاية هذا الشهر، أو يكون هناك ضغط من ألمانيا أو نصائح من ألمانيا من ميركل إلى بوتين بأن يكون هناك حوار جدي وحوار مثمر بين بوتين وبين أردوغان لتهدئة الأوضاع حتى لا يتم التصعيد سياسيا وعسكريا بما يخل بالتوازنات أو بالهدوء في منطقة المتوسط.
وفيما يتعلق بسيناريو الأوكراني أو أي سيناريو نعم خاص بأوروبا، فيما يتعلق بالسيناريو، أنا أعتقد أن المسألة بدأت، الصراع بين روسيا وأوكرانيا بدأ يهدأ نسبيا، خصوصا على خلفية تبادل الأسرى الذي تم في ديسمبر 2019. وأعتقد أن هيكون في هناك مرونة من جانب روسيا، لأن روسيا أخذت ما أرادته من احتلال أوكرانيا أو من الأزمة الأوكرانية عندما تفجرت في 2014. فطبعا ألمانيا كل اللي تقدر إن هي تستثمره أو تراهن عليه في هذه الزيارة أن يكون هناك توطيد أكبر للعلاقات بين موسكو وبرلين بشكل ثنائي، وأن يكون هناك هدوء أو محاولة للتوصل إلى التسوية فيما يتعلق بكل هذه الملفات المفتوحة. طب وهل تتوقع أستاذ شريف أن ألمانيا يكون لها تحركات في ربما في اتجاهات أخرى يعني بعد روسيا؟ تحركات ميدانية عسكرية أو سياسية؟ سياسية. لا سياسية طبعا هيكون هناك في تكثيف للتحرك الألماني، خصوصا زي ما قلت لحضرتك أن المستشارة الألمانية خلاص بتختتم حياتها السياسية وبتبدأ يعني عايزة تترك نوع، زي ما بدأت قوية عايزة تخرج قوية، فتخرج قوية بسلسلة من الانتصارات الخارجية تعزز من تاريخها وتعزز من رصدها الشعبي عند الناخب الألماني. وبالإضافة إلى هذا طبعا المسألة مرهونة بمدى مرونة روسيا وبمدى استجابتها أو تجاوبها مع المطالب الألمانية أن يكون هناك فرصة للتهدئة في ملف الليبي أو السوري، أو أن يكون هناك بشكل متوازي أيضا حل أو تسوية لمسألة الصراع الأمريكي الإيراني في الشرق الأوسط. وأعتقد أنه ممكن يكون في تركيز بشكل ما على تفعيل أو إطلاق إعطاء قبلة الحياة للاتفاق النووي الإيراني، لأن دي برضو مرتبطة بأن هيكون هناك مصالح اقتصادية ومكاسب ستخرج بها للاتحاد الأوروبي، وإلا لم يكن فكر في أنه يتبنى هذا الاتفاق من البداية. نعم الأستاذ شريف سمير الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون الدولية كنت ضيفي في الاستوديو، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. شكرا مشاهدينا، ونتوقف الآن مع أهم محطات العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين روسيا وألمانيا ونتابعها في سياق العرض التالي. Thank you.